استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح. يرافقه الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك الدكتور محمد باركندو. حضر المقابلة محافظ الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك نوال عبد اللطيف لفزيع.